ارخص سكوتر اي دي في نزل في مصر اللي هو السكوتر اللي قدامنا ده، فيجوري اي دي في 200، سكوتر نازل في رينج الستينات، متوسط 68000 جنيه. ولكن السكوتر ده نازل مع اكتر كماليات. هتقولي يعني ايه اكتر كماليات؟ يعني هو سكوتر 200 سي سي نازل بالبوكس بتاعه، التوب بوكس بتاعه نازل بطرابه على العجله الخلفيه، وكمان نازل ان هو الكفر بتاع الجاكمان بتاعه كربون. هنشوف كل الكلام ده مع بعض. كمان نازل معاه فلتر هواء هديه وتيال فرامل طقم امامي وطقم خلفي هديه مع السكوتر. حاجه غريبه جدا بسعر قليل جدا، حاجه غريبه يعني انت تستغرب. طب ما انت نازل مثلا عندك الدايون اي دي في ب 80000 اول ما نزل، وبعد كده عندنا كان لوجن اي دي في نزل ب 75000، وبعد كده دلوقتي اللي قدام ده والكيويل اكس دي في طبعا ده في حته ثانيه خالص كان ب 100 وشويه، ولكن اللي قدامنا ده ارخص اي دي في نزل حتى الان في مصر، ولكن مع اكثر كماليات. حاجه غريبه جدا. طبعا هو شكله مختلف عن الاي دي فيات اللي فاتت قبل كده. هو ملخص السكوتر على فكره تبقوا عارفين بس يعني مواصفاته هي 200 سي سي، كراميل امامي وخلفي باكم، اثنين مساعدين خلفي، كربلاتير، تبريد هواء، واحد سلندر، تانك البنزين المفروض ان هو 11 لتر المفروض. طبعا كم حصان بالظبط دي برده معلومه ما وصلتليش، ولكن حلو قوي ان هو الشاشه بتاعته، تعالوا نبص على الشاشه دي، الشاشه اعلى بتاع من الدايو، يعني الدايو اي دي في كان نازل بشاشه ابسط من كده كانت كويسه طبعا، ولكن دي اعلى بكتير ان هي فيها برايتنس، فيها سنسور هنا للبرايتنس بتاعتنا، ان احنا مع الاضاءه العاليه دي بتعلى والواطيه بتوطى. فهي طب ازاي وبرخيص قوي كده؟ مش عارف. وعندنا هنا السكرينه اللي هي بتعلى وتوطى، ولكن هي لونها اسود يعني هي مش شفافه. انا شايف الاسود طبعا اشيك، ولكن الشفاف عملي اكتر، انت تقدر تشوف الطريق. لكن زي ما قلت لكم الواجهه الاماميه عموما مختلفه عن بقيه الايديفيهات اللي نزلت، هي اصغر حاجه بسيطه يعني الوش اصغر، وكمان فتحه فجين لما الاي دي في كان بيفتح الانوار بتلعب وبتاع، الكلام ده هنا مش موجود، هنا يعني بيفتح عادي خالص، يعني مفيش بقى لعب ولكن في انتظار بقى والكلام ده، ده غير ان هنا في كتل مضيئه، يعني هنا بص نبص بص كده على الكتل، الكتل بتاعتنا مضيئه، يعني الكماليات كلها موجوده ولكن بارخص سعر. الكاوتش نازل يعني نص ونص، مش اونرود 100%، نص اوف رود ونص اونرود، عندنا الفرامل طبعا باكم، عندنا سي بي اس زي ما احنا شايفين الكابلين اهو نازلين على الفرامل، وغير ان هنا في جهاز اي بي اس ولكن مش متفعل، هنا مش اي بي اس هو سي بي اس، تمام عشان نبقى عارفين. طبعا اثنين مساعد امنين عاديين خالص، تبريد هواء طبعا، ولا هتلاقي راديتير ولا اي حاجه، هتلاقي هنا تاتشات كربون في السكوتر كله، هنا في تاتشات كربون مش عارف هتبان معاكم ولا لا، ولكن في كربون هنا طبعا مش كربون حقيقي طبعا، يعني زي ما تقول كربون مائي او زي ستيكر، بس هو من المصنع نفسه فمش هيقشر بسرعه، تمام. الفوانيس بتاعتنا لنسات، اربع لنسات، في اثنين واطي واثنين عالي. لما نيجي نرعش هنا بصوا نوره قوي جدا جدا، بس تبقوا عارفين هو نوره مش ضعيف خالص خالص. نفس الكلام الانتظار بتاعتنا، بصوا الاشارات برضو انوارها انا شايفها قويه مش ضعيفه خالص نهائي يعني. طيب نبص بص بقى على البادي نفسه، هنا هتلاقي مكان هنا تفرد على رجلك، ولكن هي طبعا شكل ده شكل يعني انت بصوا هو مستقيم مش طالع على بعيد، هو ده يعني ممكن تقدر تفرد عليه رجلك بطريقه يعني مش ألذ حاجه. هتلاقي هنا في درج بسيط خالص، هنا في مفتيح بتاعتنا سمارت كي زي ما قلت لكم، المفاتيح دي تقدر تدور السكوتر، انت مش محتاج تحط السكوتر بتاعك، تحط المفتاح بتاعك في المكان بتاعك هنا، يعني ايه من بعيد لبعيد تقدر تشغل السكوتر. الناحيه الثانيه هنا بصوا نفس الكونتاج بتاع الايديفيهات اللي احنا عارفينه، تقدر تفتح تقفل. هنا ده المفتاح الاحتياطي اللي احنا شغالين بيه، تمام. هنا تانك البنزين، بصوا بس لازم تتكل في النص، هنا تانك البنزين عندنا اهو، تمام. زي ما شايفين الكواليتي مش اعلى حاجه يعني، بص لما باجي ادوس هنا ده هو يفتح لوحده، فالسوسته ايه زي ما شايفين السوسته ما تفتحش 100%. مثلا الاكس دي في لا خامته كانت اعلى شويه في حته السوسته، يعني انا بتكلم على الحته دي بس، يعني انا اهو بصوا بفتح هنا ان هو يفتح اوتوماتيك لوحده على الاخر، يعني لو يفتح يبقى عامل كده، هو لا بيفتح لي حته صغيره وانا ايه بشد الباقي ده قشطه، يعني مش حاجه وحشه يعني وقشطه يعني. فهنا زر الكرسي، نفتح الكرسي مع بعض. الكرسي بتاعنا طويل ولكن مش غويط، ولكن طويل فعلا. هنا بصوا بقى ايه الحاجات اللي جايه معاه، هتلاقوا بقى فلتر الهواء، هتلاقي المرايات بتاعتك، هتلاقي ده كفر البطاريه اعتقد لو انا متذكر، تيال الفرامل، بصوا بقى تيال الفرامل بتاعتنا جايين، هو المفروض كان على الاقل تبقى في باكج او حاجه بس كتر خيرهم، بس هي المفروض تبقى متقفله يعني مكتوب عليها حاجه، لكن هي لا متسابه كده مرميه بخطر خيرهم. ما انا مبسوط ما فيش مشكله، تيال الفرامل هو عندنا زياده مش متقفله في باكج ولا حاجه، بس يلا مش مشكله، تمام. دي كده الشنطه بتاعتنا، هي زي ما قلت لكم طويله ولكن مش غويطه، بس ممتازه. انا شايفها طبعا احسن بكتير 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 من الدايو الاي دي في كمساحه، واحسن بكتير قوي بقى من الهوجن اي دي في كمساحه تخزين هنا، تمام. هي طبعا الهوجن اي دي في كان مساحه كحجم سكوتر كان اكبر شويه، لكن مساحه تحت الكرسي ما كانش فيه مساحه تحت الكرسي. فحلو قوي برضو ان هم جايبين لك البوكس ده، نجيب المفتاح بتاعه، بوكس لذيذ بلاستيك طبعا، ما تفتكرش خالص ان هو
هيبقى ستانلس ستيل او حاجه كده. يفتح ازاي كده؟ كده مفتوح المفروض. ايوه ايوه الميكانيزم ده بيبقى غريب شويه. اوبا اوبا، دي هنا الطرابه بتاعتنا. الطرابه دي بتتركب هنا على السكوتر. تركب ازاي؟ اه هنا ده مكانها اهو، يبقى جاي معاها المسمارين بتوعها. تمام. اي نعم بتبقى جايه من غير من الصواميل، بس انا بحط لها صواميل مش مشكله. بتبقى جايه بالمسامير بس. الحلو قوي ان البوكسات دي بتنزل ببطانه، البطانه دي ممتازه بجد يا جماعه. انا بعاني في البوكس بتاعي ان يوميا لو في مسمار حاجه بسيطه قد كده بتقع تلعب في البوكس صوتها بيبقى غلس قوي، فالبطانه دي بتبقى حلوه قوي انها تمنع اي احتكاك مع البلاستيك نفسه او اي حاجه. تمام. ده برده المسند الظهر اللي بيتركب على البوكس من قدام، وجاي معاه برده عده صغيره قوي قوي قوي. الجاكمان بتاعنا انا شايف ان الكفر بتاعه ممتاز ممتاز ممتاز. شكل الكربون ده، اللون الكربون نفسه شياكه قوي سواء قدام او ورا، وفي النص الحته الستانلس اللي بتلمع دي جميله قوي، يعني انك تحمي الكفر بتاع الجاكمان او تحمي الجاكمان بتاعك. وانا شايفها حاجه بص مسمعه، يعني مش بلاستيك، حاجه قويه يعني. وعندك اثنين مساعدين خلفيين، يعني اربعه كده، اثنين امامي واثنين خلفي، وعندنا برده الفرامل الخلفي باكم زي ما احنا شايفين هنا. طيب دي نظره تعتبر سريعه على سكوتر. السكوتر ما بقالوش كتير خالص في السوق، يعني تحس ان كل الايديفيهات بدات كانت تخلص، الدايو بالاخص كان خلص وبدا بعد كده نزله ده، سعر ارخص بكتير. الحمد لله انا بحب بتبسط يعني لما حاجه تبقى رخيصه، يعني ده 68000، فده كان ارخص من اي اي دي في نزل في السوق المصري باكتساح يعني، حتى بفرق فرق كبير مش فرق صغير خالص. طبعا لسه كمان لما تركب المراد بتاعته والدنيا دي كلها شكله اشيك واشيك، والنمر بقى تتعلق وبتاع، حاجه شياكه. بالنسبه بقى للكواليتي بتاعت السكوتر ده، هل هي اعلى هل هي اقل من السكوترات الثانيه؟ طبعا هقول لكم ان هي لا مش اعلى ومش اقل. انا بالنسبه لي شايف ان الفبر وكواليتي التقفيلات وكل حاجه انا شايفها زيها زي بقيه الدايوات الحاجات اللي موجوده في السوق. يعني كواليتي ده احسن من الدايو ولا اقل؟ لا الفبر انا بالنسبه لي لما شفت الاثنين، لا انا شايف ان الاثنين تقريبا واحد، قريبين من بعض جدا ككواليتي. مش عشان هو ارخص فيبقى كواليتي اقل، ولكن هي كواليتي مش اعلى، ده اكيد 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 مش اعلى من الدايو، فهم الاثنين كواليتي قريبه جدا من بعض. طيب هل يستحمل؟ هل معمر؟ هل اعتمادي؟ الكلام ده ما اقدرش اقول لك عليه برده عشان سكوتر لسه جديد. جديد اللي هو بقاله قد ايه؟ مثلا شهر شهر ونص، ماشي ده يعتبر جديد، مفيش سكوتر اقدر احكم عليه في حاجه زي كده في شهر شهر ونص، الكلام ده هنتكلم فيه بعد ست شهور سنه. فده طبعا حته ان هو اعتمادي او الكلام ده مش هقدر ان انا احكم عليه دلوقتي. انا بقول لكم الكواليتي اللي قدامي، لا كواليتي زي جدا الدايو الاي دي في، بما انه اقرب مقارنه ان انا اقربها له، ولكن ارخص وكماليته اعلى. طبعا الاي دي في كان الدايو كان نازل اول ببوكسات وبعد كده اختفت، حاليا ده بينزل ببوكساته عادي ومعاه الفلتر والتيال الفرامل والطرابه، فكماليات لذيذه. والشاشه كمان طبعا شاشه اعلى، الكتل مضيئه، فشويه حاجات لذيذه. الشنطه اكبر، ففي شويه حاجات لذيذه قوي في السكوتر ده. اتمنى 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 قطع غيار تبقى متوفره الفتره الجايه ان شاء الله. اتمنى ان هو يكون معمر مع الناس او ان هو يكون اعتمادي، عشان يعني الحاجات الرخيصه والحلوه دي تفضل مكمله معانا. كل ده موجود في معرض ايزي بايكر في جليم في اسكندريه، وبنشحن لاي محافظه فيك يا مصر. عايزين نوصل لبره مصر عادي ان شاء الله قريب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.